مرحبا. أخطبوط دامبو من أنواع الأخطبوطات الحلوة والغريبة والمحببة عند الباحثين والغواصين. أخطبوط دامبو هو بالواقع اسم لمجموعة من أخطبوطات المظلة الموجودة بأعماق البحار، وكلها لها زعانف مميزة بتشبه أذان الفيل دامبو. بالرغم من أنه معظم أنواع الأخطبوطات أحجامها بتكون صغيرة، إلا أنه أخطبوط دامبو أكبر منها بالحجم، فهو بيواجه أكبر عدد ممكن من الحيوانات المفترسة بمثل هاي الأعماق. نرجع لأخبار طقس نواف. عم يبقى صيفي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام. عم تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية، وعم يبقى سديمي مغبر وحار نسبياً بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فبعدها عم تنخفض حتى عم تصير أدنى من معدلاتها بحوالي درجتين لثلاث درجات مئوية بأغلب المناطق السورية. أما بالنسبة للرياح فعم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة، بترافق هبات نشطة أحياناً سرعة عم توصل ل 30 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 50 و 95%. أما البحر فعم يكون متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 27 درجة. خلونا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون غائم جزئياً ودرجات الحرارة عم تسجل فيها الدنيا 16 العليا 35. أما كيف عم بيكون الطقس بأهم المدن والمناطق السورية، رح نبدأ من المنطقة الجنوبية بالسويداء. أيضاً كفي الطقس غائم جزئياً ودرجات الحرارة بدرعا عم بتكون بين 19 و33 درجة. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 16 العليا 29. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا مكفي غائم جزئياً مثل كل المناطق، ودرجات الحرارة بمدينة حما عم تتراوح بين 23 و38 درجة. أما كيف عم بيكون الجو على البحر، رح ننتقل سوا نشوف. بطرطوس عم بيكون في احتمالية لتساقط الأمطار، ودرجات الحرارة عم تتراوح باللاذقية بين 22 و29 درجة، وبلواء اسكندرون بين 24 و30. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون غائم جزئياً بإدلب، ودرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 20 العليا 31، وبحلب درجات الحرارة بين 21 و32 درجة. أما أخيراً فخلونا ننتقل سوا لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشرقية. عم بيكون سديمي مغبر وحار نسبياً بمنطقة الرقة، ودرجات الحرارة عم تتراوح بالحسكة بين 24 و39 درجة. أما أخيراً بدير الزور فدرجات الحرارة عم بتسجل الدنيا 25 العليا 40 درجة، وطقسنا مكفي سديمي. هي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.